طيب الاستراتيجية هي أهم عامل ربط التخصصات مع بعض لتحقيق أهداف، تمام؟ وهي تهتم في علاقة كل لاعب ببعض، تمام؟ لأنه في النهاية العمل والنتيجة النهائية هو محصول لعمل جماعي من تخصصات مختلفة. هذه التخصصات كل تخصص منهم ما يعرف تفاصيل الآخر، تمام؟ كل التخصصات اللي موجودة اللي تجمع سواء كان في الإدارة أو في التطوير أو في التسويق كلها تعتمد، يعني جوة كل واحدة فيها جانبين، فيها جانب البناء وفيها جانب الصيانة المستمرة. البناء له ناس، له ناس له اختصاصات داخل الاختصاص الواحد، والصيانة والتشغيل ليها ناس وهي ممتدة، هذه ممتدة إلى ما لا نهاية. الصيانة دائما ممتدة، أما البناء فهو مرة واحدة هتبني مبنى خلاص تم بناؤه، مشروع اتبنى جاهز انتهى، ولكن المشروع هذا عشان يظل مستمر يحتاج صيانة وتشغيل ونظافة وإلى آخره، تمام؟ فكل المجالات سواء كان في التطوير أو في الإدارة أو في التسويق، واللي هي التسويق طبعا تابع للإدارة ولكنها نوعا ما مستقلة، لأنه برضو في داخلها في جانب بنائي وفي جانب يعتمد على الاستمرارية والصيانة والتشغيل. طيب هذه صورة الاستراتيجية، تمام؟ ما هي محددة بمجال معين، ولكن تستهدف أنه يعطينا نظرة عامة حسب الإمكانيات المتاحة كيف تقدر تدخل في أي مجال. لو الميزانية المتوفرة ممتازة، لو الميزانية المتوفرة ممتازة يبقى الدخول الأفضل حيكون من هنا من الإدارة. الإدارة يكون في دراسة شاملة ووافية وكافية عن المشروع والمنتجات وبعدين الخدمات الموجودة وتحديد الأنشطة اللي هي هتكون جزء من الرؤية والمشاريع اللي هتكون موجودة. كل مشروع هيكون له أنشطة، تمام؟ وكل نشاط هيتوثق منه مهام مدرجة تحت كل نشاط، تمام؟ الإدارة هنا هي مهتمة بتوفير الكوادر وتوفير السيولة، تمام؟ ولكن من تفاصيل في التطوير والتفاصيل في التسويق قد تكون غير ملمة، ولكن معيارها دائما الإدارة هو الربح والخسارة. مدى استمرارية الشركة يعتمد على النفس الطويل في تحمل الصدمات وحجم الميزانية المرصودة، تمام؟ فهنا لو المادة متوفرة، رأس المال متوفر، فالمدخل الإداري هو أفضل مدخل في تأسيس المؤسسة، تمام؟ الخيار الآخر إذا كان فلنفرض فريق العمل هو أساسا منشأه تطويري، يعني هو مجموعة من المطورين، مجموعة من المهندسين يبغوا يفتحوا بزنس، فالمدخل الممتاز هو المشروع. المشروع يكون محدد ويستهدف شريحة محددة ويؤدي مهمة محددة، تمام؟ الحرص هنا أن يكون المشروع منبثق من احتياج العميل وليس من نظرة المطور، تمام؟
هنا الاحتياج المادي هو تكلفة المشروع فقط، بعكس الإدارة أنه هي تأسيس مؤسسة أو شركة متكاملة، هنا قيمة المشروع فقط. تمام، وأي مشروع تم تنفيذه من المطورين هو في كل الأحوال هو جاهز ليتحول إلى منتج. تمام، هو جاهز يتحول إلى منتج. فهنا الميزانية في التطوير هي ميزانية مشروع. تمام، ميزانية مشروع ممكن الواحد يبدأ يأسس على مشروع يتم تحويله إلى منتج. في حال إذا كان الميزانية منعدمة ومحدودة، يتم الدخول عن طريق الطلبات، والطلبات هو توفيق بين العملاء موجودين وبين مؤسسات ومقدمي الخدمات متوفرين أيضا. تمام، فهنا كوست التطوير وكوست الإدارة يعتبر صفر، ولكن كوست الدعاية هو على الشخص اللي حيدخل المجال في إنشاء طلبات لمصلحة ما. تمام، طيب إنشاء طلبات هنا حيكون ركيزة أساسية الفريق العمل، حيكون فريق تسويقي، ونقطة القوة هنا هو في اختيار الشركاء سواء كان في التطوير أو في الإدارة، اختيار ممتاز يراعي ما يقدم في الدعاية من الإمكانيات والوعود التي تقدم للعميل بشكل، ويكون في اتفاق بين المطور وبين المؤسسات أو الشركات الموجودة، لأنه كمطور أنت تستطيع تنفذ مشروع، مؤسسات قائمة كإدارة ليها أنشطة وليها مهام عشان تقدر تغطي جانب الصيانة. تمام، هي منشأة التطوير هي على إدارة، هي تعتبر مؤسسة متكاملة ليها صيانة وتشغيل. تمام، فهذه ثلاث المحاور، وهذه طبعا لو جينا بالنتائج، نحن عندنا طلب وعندنا مشروع وعندنا مهمة. من الجانب الإداري هي تنظر للمهام، المهام المطلوبة لتوفير خدمة معينة أو توفير منتج معين. وجينا نتكلم عن التطوير، فإحنا نتكلم عن مشروع لكذا وكذا. جينا نتكلم عن التسويق، فإحنا نتكلم عن إيجاد طلبات. تمام، المشاهد في السوق احيانا انه بين الثلاثه الاتجاهات هذه في تحقق. الاداره تبعها اداره مركزيه، ان هي عندها مثلا مشاريع وانبثقت من المشاريع هذه منتجات، وهذه مرحله تعتبر ادفانس، مش كل الشركات المطوره توصل للمرحله هذه، ولكنها ما عندها فكره عن الاداره. الإدارة بمعنى أنه كيف توصل لمرحلة ريتش عالي. في فرق بين أنك تعمل مثلا وجبة زي مثلا وجبة ماكدونالدز، كيف تعملها وكيف تكون أنت ماكدونالدز، يعني كيف تكون أنت بفروعك وباللوجستية اللي موجودة. وطبعا في المشاريع الستارتابس ما نتكلم عن مرحلة متقدمة زي ماكدونالدز، ولكن هذا للتشبيه. النجاح الشركات في توفير منتجاتها لأكبر شريحة ممكنة، هذا موضوع إداري وليس تطويري. التطوير ينتهي لما يكون في مشروع تم تنفيذه ومنتج انبثق منه وخلاص. فهنا الإدارة شيء منفصل تماما، قد يكون الماركتينج تحته ولكن هو منفصل تماما. طيب نجي للتسويق. تمام،
بعض الشركات مركزة على التطوير، وفي هنا مثلا بعض الشركات إدارتها ممتازة تمام، ولكن ما تعرف الفرق بين منتج، يعني فروقات أو التفاصيل بين منتج ومنتج متشابه في المتطلبات، ولكن مختلف في الاحتياجات تمام. ليش؟ لأنه طبيعي إنه الفريق الإداري هو فريق غير فني تمام، فهو في النهاية نقطة ضعف الإدارات دائما في الصيانة والتشغيل، وهو الصيانة والتشغيل هي أهم أعمدة نجاح المشروع أو نجاح المؤسسة أو الشركة تمام، وهو مصدر الدخل الحقيقي، يعني مش المشروع نفسه، هي الصيانة والتشغيل تمام. فالإدارة قد ترى الجانب الإداري، ولكن لا ترى تفاصيل والفرق بين الاحتياجات والمتطلبات في المنتج، وهذا شيء واضح مثلا بالنسبة للمطورين. الاثنين سواء كان في تطوير أو في يعرفون قيمة المسوق أو التسويق إلا في مرحلة متأخرة، والاعتمادية هنا دائما تكون، قد يكون مثلا الإدارة عندهم خلفية عن أهمية التسويق، ولكن في الجانب التطويري نهائيا لا يوجد اهتمام في الجانب التسويقي. الجانب التسويقي هو يمكن العامل الرئيسي في نجاح المشاريع والشركات، وهذا يلاحظ في أنه في بعض المنتجات تكون ممتازة ولكن ما حد يعرف عنها شيء تمام. فالثلاثة هم مكملين لبعض، ولكن لو جينا كبزنس كمدخول، التركيز يبدأ فين؟ يبدأ من التسويق، تسويق منتجات قائمة. يعني لو جينا مثلا من الصفر للعشرة، نبدأ من الصفر فين؟ نبدأ من التسويق، تسويق منتجات قائمة، حتى وإن كانت لا تلبي إلا على الأقل 70% من الاحتياجات المتطلبات، ولكن ما تغطي كل الاحتياجات، على الأقل شيء جاهز موجود تمام. الزبون نفسه بعد ما هو بيكون فيه شكاوي، يكون فيه مقترحات طلبات إلى آخره، ارتباط التسويق مع التطوير تمام يأتي من هذه الناحية، أنه كيف يكون المنتج يغطي المتطلبات ويستهدف الاحتياجات اللي جاية من الفيدباك حق العميل تمام. وهنا الكوست هيعلى أكتر، هنا كوست التسويق هو كوست الحملات التسويقية، هنا الكوست هيكون التطوير زائد الحملات التسويقية تمام. طيب بعد فترة من التطوير ومن أخذ المشاريع الكثيرة وتنفيذها والخروج بمنتجات تمام، تنظيم العلاقة ما بين التطوير والتسويق يكون عبر الإدارة تمام، عبر الإدارة في عملية إنه أخذ هذا المنتج المبني على احتياجات ومتطلبات العميل وتوسيع المؤسسة. لما نتكلم عن فتح فروع، وضع ستاندرد، توسع، فهذا اختصاص إداري، اختصاص إداري بحت، وهذه المتطلب يظهر بعد ما يكون فيه منتجات تم تطويرها، بعد ما يكون فيه يعني توسع، في محاولة إلى تبسيط وتوحيد المفاهيم للعميل، لأنه العميل ما راح يفتكر كل المنتجات الموجودة. في بعض الشركات عندها منتجات كثيرة، العميل يتوه، ما يعرف هو إيش يبغى وينسى إيش اللي يبغى، لكن تنظيمها وترتيبها إداريا يصير من السهل أن العميل يعرف إيش الأشياء اللي يطلبها، وهذا وإن كان بسيط هو إنجاز إداري، وهذا إنجاز ضخم. ويعتبر الإدارة عشان توصل بالشركة أنه هي تكون بسيطة
وسهلة ومفهومة وواضحة للعميل اللي هو يطلب إنجاز إداري. المجال مبني على الإدارة، بدون إدارة ناجحة التطوير والماركتينج ما حيكون في توسع كبير، يعني هيكون بس محدود. عكس العملية، لو البداية كانت من إدارة تحتاج رأس مال ضخم، لو البداية كانت من تطوير تحتاج رأس مال يغطي المشروع، ونهاية بالتسويق العادي. تمام، طبعا التسويق في حملات ممكن تكون بسيطة وفي حملات تكون ضخمة. تمام، وغالبية الناس اللي حققوا مبالغ عالية هم صرفوا برضو مبالغ عالية في التسويق، ما في شيء بالصدفة يعني أو بدون عمل دؤوب في إيصال فكرة للناس إنه في منتج وخدمة مناسبة لكم. تمام، وشكرا والسلام عليكم.